تحيي اليوم ذكرى أخ عزيز علينا، رحل فجأة وترك في الذاكرة أشياء ربما تعود إلى بداية السبعينات. اليوم في هذه اللحظات بكل الإجلال والخشوع وباستحضار لروحه الطاهرة، نخلد الذكرى الأربعينية لرجل قدم النضال، رجل اعتنق مبادئ الديمقراطية وحمل هم الكادحين وآمن بحقوق الإنسان. نحن اليوم أيتها الأخوات، أيها الإخوة، في لحظة نستحضر فيها روح رجل عزيز على قلوبنا، منا من تقاسم معه لحظات سعيدة ومن تقاسم معه لحظات مريرة بطعم الغبن الذي نضل من أجل محوه. عرفت المرحوم وهو تلميذ وأنا كذلك في بداية السبعينات، وكانت الظاهرة وقتها في الحركة التلامذية هي الوداديات، وفي الوداديات كان لنا نحن التلاميذ الاتحاديون تنسيق يجمعنا في المقر الموجود بالطابق الرابع بما كنا نسميه وقتها بشارع تمارا، شارع الحسن الثاني اليوم. كان يأتي عن ثانويات المدينة أي حسان، وكنت آتي عن ثانويات جنوب أي يوسفيا والتقدم والطيارات، وكان إخوة لنا يأتون كذلك عن ثانويات يعقوب المنصور وغيرها. أسسنا أول مكتب إقليمي في بداية سنة 72، وتواجدنا أنا والمرحوم في هذا المكتب الإقليمي للشبيبة الاتحادية ممثلين القطاع التلامذي، وتواجد إخوة آخرون ممثلين لقطاع الطلبة وقطاع الجمعيات. كانت نضالات قوية، لأن سنة 72 كادت أن تعرف سنة بيضاء لولا التوقيف الأخير الذي كان للإضرابات واللي أدى إلى إنقاذ السنة بمرورنا جميعا في امتحانات البكالوريا لسنة 72. في الجامعة تفرقت بيننا السبل، لأن المرحوم نجح في المباراة ديال المدرسة الإدارية في حين دخلت أنا كلية الحقوق. وقتها الجامعة تعرف غليانا، والمغرب تعرف سنوات صعبة اصطلح على تسميتها سنوات الرصاص، وبالفعل غادي تكون فقط تتابع أنه بعد انتهاء العزيز المرحوم الأخ معان لدراسته في المدرسة الإدارية توجه للاشتغال في المجتمع خاصة، وأنه اشتغل بقطاع له علاقة بكل ما هو اجتماعي في المجتمع، أي حقوق الشغيلة في الضمان الاجتماعي، حقوقها في عمل يحفظ لها الكرامة. وكانت لأخينا محمد مساهمات كبيرة في التطوير الذي عرفه قانون الشغل في هذا الإطار، انطلاقا من موقع التفتيش الذي بدأه لمجموعة من المقاولات أو المؤسسات اللي كانت فيها
شغيلة تتطلب المعاينة والتفتيش. إنه المناضل محمد معان بقامته الطويلة وبشرته التي تؤصل لجذور أسلافه وبنظرته الثاقبة لما يعتمل في المجتمع وبمواقفه ومبادراته كان يجسد شخصية المناضل الفذ التواق إلى التغيير. ماذا عسني أن أقول عن الفقيد المرحوم معان؟ عرفته في عدة مناسبات، لكن سوف أتحدث عن مرحلتين. جمعية الصنوبر، شاطئ الصنوبر التي كان من ضمن مؤسسيها وكان رئيسها حتى وفته المنية، وهنا أسجل له عمله النضالي داخل هذه الجمعية، ولقد افتقدناه وافتقده عمال وحراس هذه الجمعية، حيث أنه كان بمثابة الأب لهم، وكان أول من فكر في انضمامهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث سيتمكنون من الاستفادة من خدمات هذه المؤسسة كتعويضات العائلية، كتعويضات يعني المرض، وكذلك تعويضات يعني معاش العز ومعاش التقاعد. كما كان الأخ معان ساهم في عدة جمعيات، أذكر من بينها ربما الشيء الذي لا يعرفه الكثير، وهو أنه كان إلى جانبي حيث كنت أترأس فريق الاتحاد البيضاوي، يعني فريق الطاس في أواسط التسعينات، وكان من ضمن النواب في هذا الفريق، ولقد عمل وساهم بكل فعالية وكل وكانت مساهماته متميزة، حيث أن الفريق كان يحتل طوال السنة المرتبة الأولى ثم الثانية، وأنهى الموسم بالرتبة الثالثة، كما أنه وصل إلى ربع النهائي في إقصائية كأس العرش. فالمرحوم معان مناضل نزيه وصادق، كما أنه كان مهووسا بكل تفاصيل حياة المواطن، لذلك انخرط في كل أشكال النضال في عدة جمعيات، وتحمل مسؤوليتها سواء جمعية سكنية أي في الإقامة، أو الجمعية ديال المخيم الصنوبر، فكان يسيرها بيد نظيفة بيضاء على جميع المستويات. ويكفيكم فخرا أيتها الاتحاديات أيها الاتحاديون أنه كان أول من بادر كأمين لفرع المعارف في درب غلف إلى تنظيم أول وقفة تندد باغتيال الشهيد عمر بن جلون بزنقة كاميل دومولان، ولعلها من الوقفات الاحتجاجية الأولى التي حمل المشاركون خلالها الشموع كثقافة جديدة لها رمزيتها. سنلتقي بعد المؤتمر الخامس أو السادس، لا أتذكر، سنلتقي في الدار البيضاء، سنلتقي في محطات أساسية بعد ذلك، رحيل قائدنا عبد الرحيم وذكراه الأربعينية، سنلتقي كذلك رغم الافتراق في المجالات ديال الدراسة وديال الاشتغال، في المحطات الأساسية في اغتيال شهيدنا عمر بن جلون، في كل المحطات الأساسية السبع، ولكن ستكون له حياة حزبية نشيطة أكثر، خاصة بعد المؤتمر الوطني السادس، وسأساهم في إعادة بناء التنظيمات الحزبية في الدار البيضاء. في الحقيقة يصعب علي أن أقول شهادة في حق المرحوم الأخ محمد معان، فعن أي معان سأحدثكم؟ هل عن معان الأخ، معان الصديق، عن معان ابن المدرسة الاتحادية الأصيلة؟ فمعان عرفته منذ التحاقه بمدينة الدار البيضاء، أي في بداية الثمانينات من القرن الماضي، عرفت فيه المناضل الوفي
عرفت فيه المناضل المخلص والوفي كما قلت للقيم التي تربى عليها داخل المدرسة الاتحادية. عرفته مدافعا عن مشروع مجتمعي مؤمن بما يحمله هذا المشروع حتى النخاع. عشت مع معان فترة إقامته بمدينة الدار البيضاء سواء داخل الحزب أو داخل العائلة، كما عشت معه مخاض تأسيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل بكل تفاصيلها، التفاصيل التي كانت في الحقيقة صعبة، ومع ذلك كان معان يكافح ويناضل من أجل إخراج هذه الجمعية لحفظ وتقدم هذا الجهاز اللي هو جهاز تفتيش. هو من مواليد بداية الخمسينات من القرن الماضي، وأن يكون ضمن المنخرطين في صفوف التنظيم التلاميذي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، فذلك يعني أنه انصهر في الفعل النضالي منذ ريعان شبابه. أيتها السيدات، أيها السادة، إننا نستحضر اليوم روح محمد معان، روح مناضل متفان شكل رمزا من رموز جيل ساهم في الزخم الفكري والنضالي الذي شهدته سنوات السبعينات، وشكل واحدا من حبات عقد جواهره نادرة لكنها آخذة في الانفراط بفعل الموت المعطى الحتمي، الموت الذي انتزع منا محمد معان. أخونا محمد، نفترق ونحن في أمس الحاجة لمناضلين من نبله وأخلاقه وهدوئه وتسامحه ونقاشه الهادئ لأصعب القضايا في محاولة للإنصات ولتبليغ الرأي دون حقد أو غل. لم يكن يوما ما قاسيا على حزبه علانية، كان حريصا على تبليغ وجهة نظره داخل الإطارات الحزبية مهما كان اختلافه مع حزبه في أي محطة من المحطات. كل من عاشره أو نضل إلى جانبه أو كان ضمن الذين أطرهم أو رافقهم في العمل يتذكرونه كواحد من كوادر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بامتداداته الوطنية، مناضل غير على هذا الوطن. جسد هذه الغيرة من خلال تأطيره لعدد من الشباب والشابات في العكاري وقصر البحر والقبيبات، وتأطيره لأعضاء الشبيبة الاتحادية بدرب غلف وزرع روح الوطنية فيهم وتطوير مهاراتهم في النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. تحمل العديد من المسؤوليات داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فأخلص لها وتفانى في الاطلاع بها. فعندما تحمل مسؤولية أمين فرع المعارف درب غلف سنة 2001 رافقه هاجس التصور المالي للفرع والتشبث بشرعية المؤتمر باعتماد الديمقراطية والانفتاح على المجتمع المدني، إذ حول مقر الفرع مجالا للتكوين والنقاش والثقافة والإشعاع. رحم الله سيدي محمد معان، صديق ديالنا، عرفنا فيه الرجل المخلص نزيه مجتهد كثيرا. عرفته رحمه الله لما اشتغلنا جميع في مكتب الفرع ديال الاتحاد الاشتراكي ديال درب غلف سنوات 2000 2001 2002، اشتغلنا على واحد المجموعه ديال المواد، واحد المجموعه ديال التوجهات اللي اشتغلنا عليها في اطار داك مكتب الفرع مع اخوان اخرين اللي كانوا معنا في مكتب الفرع. اشتغلنا بالاساس على موضوع أول اللي هو التكوين، ودرنا ضمن دورة جوج ديال الدورات التكوينية لفائدة المناضلين ديال الفرع. المبدأ كان هو نعرضوا على ناس اللي يدخلوا أمام المناضلين ويتناقشوا معهم واحد العدد من الجوانب اللي كتهم العمل السياسي. كنا حنا شفنا آنذاك أنه يكون 4 ديال المحاور، يكون تدخل ونقاش حول الجانب الإيديولوجي، يكون نقاش كذلك حول الجانب التاريخي للاتحاد الاشتراكي، يكون نقاش حول العمل
والبرنامج السياسي للاتحاد، ويكون اخيرا جانب ديال التعبئه والعمل في المجتمع المدني وفي جمعيات المجتمع المدني. الدوره التكوينيه كنا اقترحنا باش انها تنظم في الويكاند السبت والحد نص نهار لكل ماده، نص نهار لكل توجه. لقات اقبال كبير. كان الحضور كيقتصر على المناضلين اللي كتنتدبهم الخلايا ديالهم، كل خليه كتنتدب جوج ولا ثلاثه المناضلين اللي كيجيو يحضروا لهذيك الدوره، على اساس اننا نشتغلوا مع كاع المناضلين اللي كينتميو للفرع باش يكتسبوا واحد المهارات ويكتسبوا واحد العدد ديال التوجهات. نظمنا جوج ديال الدورات، من ضمن الشخصيات اللي كنا استدعيناهم وحضروا لنا وشاركوا معنا كان الاخ الحبيب المالكي، كان الاخ محمد القحص، كان الاخ عبد العالي بن عمور، كان الاخ واخوان اخرين. فمعان اشتغلت معه في وتحملت معه المسؤوليه في مكتب الفرع، كما انه في المكتب كان سأقول أنه كان يريد أن التكوين كان يدافع عن مسألة تكوين المناضلين، تكوين الأطر الحزبية، فاستدعى عدد كبير من الإخوة لهذه التكوين. فإذا ماذا سأقول أكثر من أن معان المناضل الذي فقدته الساحة رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. هو المسكون بهواجس الثقافة، ظل يدعو للتسلح بالأجوبة المتفاعلة مع أسئلة المجتمع، لذلك انصب اهتمامه على علم الاجتماع، وقد أصدر له المركز الثقافي العربي كلية بن مسيك كتابا حول عبد الله العروي. تخرج من المدرسة الإدارية فتعين مفتشا للشغل بالدور البيضاء، ولم يعتبر هذا التعيين مجرد وظيفة تضمن له راتبا شهريا، بل اتخذ من مهنته واجهة للنضال، فانكب على البحث في قوانين الشغل وقراءتها قراءة نقدية. ومن موقع مسؤوليته كمفتش شغل ظل ينشغل بتفعيل هذه القوانين وتطبيقها والانتصار لقضايا الشغيلة. إذا كان محمد معان قد افتقده أصدقاؤه ورفاقه في النضال، وإذا كان خلف كل هذا الأسى والحزن على فقدانه، فكيف نضمد جراح زوجته ورفيقة حياته الأخت خديجة أولجور، وكيف نخفف عن ابنيه ياسر وأناس آلام الفراق؟ لعل استحضار ذكراها اليوم واستحضار مناقبه وتعداد إسهاماته في نشر وعي متيقظ، وعي يحمل الحب للوطن ولأبنائه، يخفف عنا جميعا سطوة الموت التي انتزعته، لعل هذه اللحظات تكون بلسما على قلب زوجته وقلبي ابنيه، لأن محمد معان كان من طينة رجال لهم مسارات وصنائع تبعث على الاعتزاز والافتخار. فطوبى لزوجة عاشرت زوجا معطاء ومناضلا فذا، وطوبى لأبناء كان لهم هذا الأب العاشق للوطن. الجانب الثاني اللي اشتغلنا عليه بحكم الضرورة كان هو الانتخابات، كانت الانتخابات البرلمانية اللي شاركنا فيها المرشح، كانت اللائحة، وكانت حملة انتخابية بالحضور ديال المناضل المرموق النزيه زي محمد معن رحمه الله، والله يجعل البركة في وليداته وفي الأصدقاء ديالو، تعازينا للعائلة ديالو ولولاده والزوجة ديالو. إذا الأخ معن كان حاضرا في مجموعة من التنظيمات، وكان يعمل بفناء، وكان يضحي، وعرف عليه نكران ذاته، حيث أنه أعطى الكثير ولم يأخذ بالمقابل أي شيء. رحمك الله يا فقيد. ولذلك لا يسعنا إلا أن نطلب له الرحمة والمغفرة، وأن نتوجه بالعزاء لكل الاتحاديات والاتحاديين في فقدان هذا الصرخ الذي ما أحوجنا إليه اليوم لإعادة البلاد. كذلك أتوجه لرفيقة دربه
والتي عرفناها وعرفتنا منذ شبابهما معا الأخت خديجة مجور بخالص العزاء، ولابنيهما ياسر وأنس في أن يكونا خير تعويض لنا على فقدان المرحوم محمد معا.